بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا استعنا بك فاعنا، وتوكلنا عليك فاكفنا، واستنصرناك فانصرنا، واستشفيناك فاشفنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومن شر النفاثات في العقد وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا خالقنا يا رازقنا يا غاية رغبتنا. اللهم أبطل كل سحر خبيث مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود أو مربوط. اللهم عاجله بالبطلان والزوال أينما كان وكيفما كان. اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو ربط في أجنحة الطيور وأرجلها أو علق فوق الأشجار أو جعل في مهاب الرياح. اللهم أبطل سحرا
اللهم أبطل سحرا عقد فرمي في البحار والأنهار والآبار ومجامع المياه. اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا عقد فدفن في المقابر وتحت الأحجار والأشجار والأمذار. يا ذا الجلال والإكرام أبطل سحرا مجدد، أبطل سحرا متابع، أبطل سحرا محروسا ومخدوما. يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل سحرا بغض الزوج إلى زوجته وبغض الزوجة إلى زوجها، وجعل الخاطب ينظر إلى مخطوبته بأبشع صورة. اللهم أبطل سحرا بغض في الصلوات والطاعات وحبب في الفواحش والمنكرات. اللهم أبطل سحرا سبب الآلام المختلفة والأوجاع المتنوعة. اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا معقولا ومشروبا ومرشوشا وبخورا ومعقودا ومربوطا. يا ذا الجلال والإكرام اللهم رحماك رحماك بمن حرمت من بيتها أو حرمت من زوجها أو حرمت من بيتها أو حرمت من ذريتها أو حرمت من الذرية والإنجاب أو حرمت من الصحة والعافية أو حرمت من الدراسة والتعليم أو حرمت من الوظيفة والعمل بسبب عين أو حسد أو سحر أو عقد. اللهم عجل لها بالفرج والشفاء، اللهم عجل لها بالفرج والشفاء، اللهم عجل لها بالفرج والشفاء. يا ذا الجلال والإكرام أنت خلقت السحر ووعدت بإبطاله، إلهنا أنت خلقت السحر ووعدت بإبطاله، فقلت وقولك الحق إن الله سيبطله. اللهم أبطل كل سحر خبيث، اللهم أبطل كل سحر خبيث مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود أو مربوط. اللهم عاجله بالبطلان والزوال، اللهم عاجله بالبطلان والزوال. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا خير من دعي ويا خير من أجاب ويا أجود من أعطى ويا أكرم من سئل ويا أرأف من ملك ويا أعدل من حكم ويا أحق من ذكر ويا أحق من عبد. ألبسنا لباس الصحة والعافية وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. أنت المؤمل لكشف كل كرب شديد، اكشف ضرنا وارفع البأساء عنا وأقر أعيننا بالشفاء والعافية. يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. نعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله بسم الله بسم الله. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. اللهم اشف عبادك، اللهم اشف عبادك، اللهم اشف عبادك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا.
في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بارك علينا، اللهم بارك علينا، وأذهب عنا حر العين وبردها ووصبها. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض. اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب العالمين، أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولأمراضنا شفاء. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأبعد عنا به النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالقسط قائمين، وعن النيران مزحزحين، وفي الجنان منعمين. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل القرآن العظيم سبب شفائنا وعافيتنا من أمراضنا وأسقامنا وأدوائنا، واجعله سبب ذهاب همومنا وأحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. فإن تولوا فقل حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على كل عين حاسدة اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على كل عين حاقدة اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على كل عين معجبة اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على كل عين متجددة حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله ونعم الوكيل على كل حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة وعائن وعائنة وناظر وناظرة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين حاسدة أصابت الصحة والعافية والخلقة والخلق والدراسة والتعليم والوظيفة والعمل والتفوق والتوفيق والذكاء والفطنة والحفظ والفهم حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين خبيثة أصابت الوظائف والأعمال والرزق والاكتساب والبيع والاتجار حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين حاسدة سببت الآلام المختلفة والأوجاع المتنوعة حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين حاسدة أصابت من قريب أو قريبة أو جار أو جارة أو خادم أو خادمة أو عدو أو عدوة أو صديق أو صديقة حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عين خبيثة سببت الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأدواء حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر خبيث مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود أو مربوط حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر خبيث فرق بين الأزواج وربطان الزواج وحرم من الذرية والإنجاب حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر خبيث ذر في الهواء أو ربط في أجنحة الطيور وأرجلها أو علق فوق الأشجار أو جعل في مهاب الرياح حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر خبيث مدفون دفن في المقابر وتحت الأحجار والأشجار والأمذار أو رمي في البحار والآبار حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر خبيث معقود رمي في البحار والأنهار والآبار ومجامع المياه يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر خبيث أذهب عقلا وجلب هما وحزنا سبب التخيل حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سحر خبيث أفقد العقل وسبب الأمراض والجذام حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.